بتعليمات القيادة العامة كتيبة طارق بن زياد تتمركز جنوب سرت لتأمين المنطقة. ووزارة الداخلية تصدر قرارات نقل مديري الأمن والإدارات والمكاتب بخمس مناطق. بعد تقرير رويترز عن فوضى طرابلس، السراج يحاول إنقاذ خطته باجتماع أمني. نشرة الأخبار من قناة ليبيا الحدث في بنغازي. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بناء على تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة، تمركزت كتيبة طارق بن زياد المقاتلة جنوب غرب سرت لتأمين المنطقة. وأفادت مصادر عسكرية أن ذلك يأتي في إطار متابعة تحركات التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم داعش الإرهابي وبقايا سرايا إرهاب بنغازي. إلى الجنوب الغربي لمدينة سرت، وبأمر من القيادة العامة، وصلت عديد التعزيزات العسكرية متمثلة في كتيبة طارق بن زياد المقاتلة، لتتوجه تحديدا إلى مناطق بونجيم ووادي اللود جنوب غرب المدينة. وتهدف التعزيزات العسكرية إلى حماية الموانئ والحقول النفطية ومتابعة تحركات التنظيمات الإرهابية التي دائما ما تسعى للإضرار بمقدرات البلاد. الكتيبة المقاتلة بالقوات المسلحة وفور وصولها انطلقت في جولة استطلاعية موسعة بالأودية والجبال في تلك المنطقة لتقفي أثر الجماعات الإرهابية الفارة، واستمرت بالبحث عن أي دليل يشير إلى أماكن تواجدها، لتتمركز بعد ذلك في عديد الأماكن استعدادا لملاحقة جميع التشكيلات الإرهابية المتمثلة في تنظيم داعش الإرهابي وميليشيات الجذران المدعومة من بقايا سرايا إرهاب والعصابات التشادية التي أصبحت متحدة بعد توالي هزائمها أمام الجيش الوطني، ليقترب تخليص الوطن من هذه الآفة ويستمر العهد لأفراد القوات المسلحة للدفاع عن الوطن، الواجب والمبدأ الرئيسي الذي أكدوا أنهم مستعدون للموت من أجله. لقناة ليبيا الحدث، مجدي بطرة. إلى ذلك، تشهد منطقة لبريغ انتشارا كثيف لرجال أمن مديرية الهلال النفطي والذين يحرصون على توفير الأمن للمواطن. كاميرا ليبيا الحدث رصدت الوضع الأمني داخل المنطقة، لنتابع. منطقة الهلال النفطي، هذه المنطقة التي كانت مسرحا للقتال والحرب من قبل الجماعات المسلحة الإرهابية، والتي حاولت على مدار أعوام إحكام السيطرة عليها، مما أثر في إنتاج النفط وتصديره. لكن بتخطيطات عسكرية وتوجهات مسلحة من قبل قوات الجيش الليبي، استطاعت القوات المسلحة الدفاع عن مقدرات الشعب الليبي ودحر الجماعات الإرهابية والقضاء عليهم. تمتد منطقة الهلال النفطي من ميناء زويتينا شمال شرق مدينة جدابية، مرورا بالبريغا ورأس لانوف، وصولا إلى ميناء السدرة على الطريق الساحلي المؤدي إلى مدن سرت والمنطقتين الوسطى والغربية من ليبيا. ولا شك في أن سكان هذه المناطق الواقعة في محيط الهلال النفطي كانوا ضحية الزعزعة الأمنية لمنطقة الهلال لسنوات عدة، حتى أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف القرار رقم 256 لسنة 2018 بشأن إنشاء مديرية أمن تحت مسمى مديرية أمن منطقة الهلال النفطي لتوفير الأمان للمواطنين. وعلى إثر هذا القرار، باشرت مديرية أمن الهلال النفطي بتأمين المناطق الواقعة بالهلال، ورصدت كاميرا ليبيا الحدث ردود فعل المواطنين داخل منطقة البريكا. والله الوضع الأمني إن شاء الله كل شيء تمام، إن شاء الله تمام، ما فيش أي مشاكل، وإن شاء الله ما بسن أكثر من اللي تشوفوا فيه أنتوا البلاد، وإن شاء الله بتريح إن شاء الله، الحمد لله. أنا والله الوضع الأمني ما شاء الله 100%، المديرية، جماعة الشرطة،
ما شاء الله تبارك الله، يعني قايمين بالواجب. الوضع الأمني 100%. تعزيزات أمنية كبيرة في شوارع البريغا تبدو واضحة للعيان من خلال الانتشار الكثيف لرجال الأمن، إلا أنهم يطمحون إلى التعاون الإيجابي قبل المواطن. نحن ما نش متسلطين على حد، نحن لا نوفر لك الأمن، على حساب نفسي ما عنديش مشكلة، أهم حاجة أنك أنت كمواطن ساعدني، يعني خليك لما درسك في مفوس في أي، أنا نطلب منك إجراءات عظيم لي، أنا نبيك التعاون معايا باش أنا نصمر في الليل ونتعب علشانك أنت. يحمل رجال الأمن مسؤولية كبيرة على عاتقهم، تكمن في حفظ أمن وأمان الوطن والمواطن ومن يعيش عليه ضيوفا أو حتى باحثين عن العيش بسلام وأمان. رواند العبيدي، ليبيا الحدث. حول هذا موفدنا إلى خليج سرت أحمد جمعة، يطلعنا على تفاصيل أوفى حول الأوضاع في المنطقة، إليك أحمد. نعم، الآن نحن متواجدين في مدينة البريغا بالقرب من إحدى نقاط التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، حيث يقوم رجال الأمن بضبط الشارع العام وإشهار الأمن وكذلك ضبط المخالفين. وفي نفس السياق قامت القوات المسلحة يوم الأمس بالقرب من مدينة سرت بعمل دوريات متحركة، قامت بهذه الدوريات كتيبة طارق بن زياد وغرفة عمليات سرت الكبرى. وصلت هذه الدوريات إلى منطقة بونجيم وكذلك إلى ما يعرف بمشروع اللود. لأول مرة تصل القوات المسلحة إلى هذه النقطة، وفي سرية تامة تم التنسيق وتم إنهاء المهمة بنجاح. هذا ما حدث بالتفصيل يوم الأمس. أحمد جمعة، شكرا جزيلا لك. وفي خبر آخر، قامت مديرية الأمن والكتيبة الرابعة استطلاع وحرس المنشآت النفطية تقوم بدوريات صحراوية لحدود بلدية جالو والتي تستهدف الظواهر الهدامة والهجرة غير الشرعية. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. قامت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وقوات من الجيش بدوريات صحراوية وتمشيط كافة المناطق الحيوية في حدود بلدية جالو والتي تنظمها مديرية الأمن والكتيبة الرابعة استطلاع التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي. هذه الدوريات شملت مقر الشركة التركية ومتابعة السد الترابي حول المدينة بالإضافة إلى الحقول النفطية. هذه الدوريات تأتي في إطار تأمين حدود مدينة جالو من الاختراقات الأمنية والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية لحماية المنشآت والتنسيق بينها والاستعداد لمكافحة المجموعات الإرهابية التي استهدفت مؤخراً بلدية زربو. طبعا في اطار تفعيل الخطه الامنيه وفي الاحداث اللي حاصله في الهلال النفطي واحداث تزربو، بناء على توجيهات السيد وزير الداخليه المستشار ابراهيم بوشناف، تم تفعيل دوريات مشتركه بين مديريه امن جالو وكتيبه الاستطلاع للمرور على الحقول النفطية وعلى الأهداف الحيوية الواقعة في اختصاص مديرية أمن جالو. الوقت الحالي نبعده على جالو مسافة 100 كيلو متر في حق أم الطفل بالتحديد. الدوريات هذه تفعيلا وتنشيطا على الحقول النفطية، ودوريات مستمرة بالاشتراك القوات المسلحة كتيبة الاستطلاع ومديرية أمن جالو. مديرية الأمن بجالو وضعت خطة للدوريات والاستيقافات المستمرة داخل وخارج المدينة ومكافحة كافة الظواهر الهدامة التي تستهدف مناطق الجنوب بالتعاون مع مديريات الأمن المجاورة التي بدورها ستشرع في ضبط الشارع العام ومكافحة الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع جهاز الهجرة والمباحث الجوازات العامة، بعد أن قامت بحصر كافة العمالة الوافدة في المنطقة. عوض البرغثي، ليبيا الحدث. عقد رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني اجتماعا موسعا ضم مديري مكاتب الأمن الداخلي بمناطق طوق درنة، وذلك لوضع آلية عمل الجهاز بمدينة درنة وضواحيها. وبحث الاجتماع الذي عقد بمدينة الشحات الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل وإيجاد الحلول العاجلة لها. كما شدد رئيس الجهاز على سير العمل بشكل صحيح واحترام حقوق الإنسان والمحافظة على الأمن الداخلي لمدينة درنة للحفاظ على أمن الوطن والمواطن بعد تحريرها من التنظيمات الإرهابية التي عاثت بها فسادا لعدة سنوات.
أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة جملة من القرارات بشأن تنفيذ القسم الأول لحركة نقل مديري الأمن بالمناطق ومديري الإدارات العامة والمكاتب. بموجب هذا القرار فقد تم تكليف العمداء الصادق مفتاح الواطي مدير لمديرية أمن جدابية، وعادل عبد العزيز العروفي مديرا لمديرية أمن بنغازي، وسالم محمد ماضي مديرا لمديرية أمن المرج، وعقيد صلاح هويدي مدير لمديرية أمن سلوق جمينس، والمقدم خالد المحجوب مديرا لمديرية أمن أوج الأشخرة. كما تم تكليف مديرين للإدارة العامة والمكاتب، فكلف عميد عثمان عبد السلام علي مديرا للإدارة العامة للأمن المنافذ، والعميد السيد بشير بالحاج مدير المكتب الشرطة الجنائية الدولية، والعقيد أحمد آدم الحاسي مديرا لإدارة الشؤون الإدارية. وشددت وزارة الداخلية على تشكيل لجان تسليم بين الضباط المكلفين وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن. تمكن أعضاء مؤسسة لال 29 لغم كان مزروعا في سياج أحد المنازل في منطقة جنفودة غرب مدينة بنغازي، وبعد ورود معلومات من أحد المواطنين أبلغ عن وجود جسم غريب في سياج منزله، مما انتقل فريق نزع الألغام في المؤسسة إلى عين المكان. تبين أن الجسم المشبوه زرعت بشكل عشوائي في المنازل، وبعد تمشيط المكان تم العثور على ألغام أخرى. أكدت مصادر صحفية مطلعة قيام مسلحين مجهولي الهوية باقتحام منزل آمر ما يعرف بكتيبة الفرسان صلاح المرغني في منطقة قصر بن غشير في العاصمة طرابلس. وفي تصريحات متداولة فأكد شقيق المرغني أن المسلحين قاموا بإطلاق 3 رصاصات على أخيه صلاح ما أسفر عن إصابته، مضيفا أن زوجة صلاح المرغني تلقت ضربات ما أسفر عن مقتلها فورا، مشيرا إلى نقل أخيه إلى العناية المركزة بمستشفى معتيقة. هذا وتشهد العاصمة طرابلس وضواحيها تواجد عدد كبير للميليشيات المسلحة منضوية تحت وزارة الداخلية التابعة للوفاق غير الدستورية، بالإضافة إلى حالة الانفلات الأمني التي تشهده المدينة منذ أغسطس الماضي. اجتمع رئيس حكومة الوفاق غير الدستورية فائز السراج مع رئيس ما يعرف بمركز العمليات المشتركة ورئيس لجنة الترتيبات الأمنية وأعضاء اللجنة، بالإضافة إلى مسؤول التنسيق ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وقدم بعضا من المسؤولين شرحا عن الخطط الأمنية المزمعة وفقا لمكتب إعلام السراج، كما جرى مناقشة ما تم تنفيذه من تدابير أمنية لتأمين طرابلس الكبرى، ومن بينها عمليات التمركز وأجراء التنسيق بين اللجنة وبعثة الأمم المتحدة. يأتي هذا الاجتماع بعد التقرير الشامل الذي نشرته وكالة رويترز حول الفوضى الأمنية التي تعيشها العاصمة وعجز السراج عن السيطرة على الميليشيات وتحجيم نفوذها. قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن الشعب الليبي يعول على دور روسيا في إنهاء الأزمة الحالية في ليبيا. وأضاف بليحق في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك أن أعضاء مجلس النواب طالبوا بأن يكون الموقف الروسي أكثر تفاعلا مع الأزمة الليبية، وأن يتم توضيط العلاقات بين البلدين في كافة المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، والتأكيد على دعم السلطة الشرعية المتمثلة في مجلس النواب ودعم المؤسسة العسكرية في مكافحة الإرهاب. يذكر أن رئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس قاموا بزيارة إلى روسيا والتقوا خلالها مع رئيس وأعضاء مجلس الدوما الروسي. طلب عضو مجلس النواب بدر نحيب روسيا بالتدخل في ليبيا بشكل أكبر خلال لقائه مع مسؤولين روس بالعاصمة الروسية موسكو. وأوضح مقطع فيديو مسرب للاجتماع نحيب وهو يستجدي المسؤولين الروس بالتدخل في ليبيا على لسان الشعب الليبي في فضيحة جديدة للمسؤولين الليبيين الذين لا تهمهم السيادة الوطنية لليبيا. так как российское государство является основным союзником Ливии. Он заменил Россию в Дахарфе, в Шарифе, Куа. И мы надеемся, что Россия вмешается с силой, с напором по ливийской проблематике. Отхалишь мажар для дуэль и не оставит никаких шансов и возможностей другим странам.
الأوروبية وتدخل الشأن الليبي المؤسسة الليبيسة من الليبيسة ساعة الميشنس الليبيسية مؤسسة خاصة أن الشعب الليبي تساعد بالدولة التونسية اللي هي مقاليد الزمان هي حليفة الشعب الليبي ويرى الشعب الليبي أن روسيا هي الحليف الوحيد الليبي في مؤسسة ترشا الليبيسية أن روسيا ترشا روسيا استريشنا مساريزيكا الليبي هي تجري بنيتسا سيلنا مموشنا فاكنون دي الليبيسكو نارد روسيا دولة قوية روسيا سيلنا غسبرستا حليف قوي أتاج سيلنا. هذا وأثارت تصريحات حيب موجة من الاستنكار والسخرية، حيث استهجن العديد من النشطاء والشخصيات العامة ما قام به حيب، موضحين أن هذا الطلب لا يأتي من نائب مجلس يمثل الشعب ومؤتمن على الهوية والسلطة الوطنية واستقلالية القرار الوطني مهما كانت الظروف التي تمر بها ليبيا، مؤكدين على ضرورة توقف كل الدول عن التدخل في الشأن الليبي وترك الليبيين يقررون مصيرهم دون وصاية، وأن أي دولة صديقة أو حليفة عليها مساعدة الليبيين عن طريق القنوات الرسمية فقط وليس عن طريق التدخل في الشأن الداخلي كما طالب انحب. فيما قال بعض الآخر أن انحب لا يدرك خطورة ما قاله في الاجتماع، وأن ما سرب القصد منه المناكفة السياسية العميقة والصراع المستمر داخل مجلس النواب. هذا وأعرب عضو مجلس النواب عبد السلام نصي أمس السبت عن قلقه من تأخر حالة سوري للأموال التي طلبتها المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، وتساءل نصي في تغريدة له على حسابه الشخصي على تويتر قائلا: هل قام المجلس الرئاسي غير الدستوري بإحالة الأموال المطلوبة للمفوضية العليا للانتخابات لإجراء الاستفتاء؟ بحالة الأموال المطلوبة للمفوضية العليا للانتخابات لإجراء الاستفتاء، أم أن هذه الدعوات لإجراء الانتخابات كانت من باب الهروب من إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتوحيد مؤسسات الدولة؟ كما أوضح نصي أن من يعطل منح الأموال يعطل إقامة الاستفتاء وإجراء الانتخابات، في إشارة منه إلى المجلس الرئاسي غير الدستوري. ذكرت صحيفة العنوان أن مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور كشف عن صدور مذكرة استدعاء في حق شخصين متهمين بالتحريض على إغلاق حقلي الشرارة والفيل. وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعلا قد أعلن رفضه لتفاوض مع من أغلقوا حقلي الشرارة والفيل أو تقديم فدية لهم خوفا من تكرار تلك الاعتداءات في المستقبل. أعلن شباب الجبل الأخضر بمدينة البيضاء انطلاق حملة احترمونا ميدانيا ضد سوء خدمات المصارف، وتتم الحملة على مراحل أولا بإخطار الجهات الأمنية ثم بإطلاق هاشتاك ومنشورات مرفقة بتقارير الأجهزة الرقابية، وتعد المرحلة الميدانية الحالية أهم مراحل الحملة يتبعها جمع توقيعات المواطنين وفق عريضة مطالب من أمام المصارف وإحالتها للقائد العام لما للموضوع من أهمية تمس الأمن القومي. وفي الوقت الذي نحترم فيه الأكفاء والنزهاء من موظفي المصارف، إلا أننا نعلن العمل ميدانيا أمام المصارف وفي الشوارع والميادين وفق المطالب التي تم تعميمها على جهات الأمنية والرقابية والإعلامية، وأننا سنعلن الموضوع بعد إرسال التوقيعات للقائد الأعلى والقيادة العامة لما للموضوع من أهمية وارتباط مباشر بالأمن القومي الليبي، خاصة بعد تورط العديد من المصارف في تجاوزات مالية وإدارية بل وسوء معاملة للمواطنين. وإذ نطلق هذه الحملة نؤكد على التالي: أولا، إن مطالبنا شرعية ومطالبتنا قانونية وفق صلاحيات واختصاصات المصارف. ثانياً، لن تنتهي الحملة إلا بتحسين الخدمات لصالح المواطنين. ثالثاً، إننا احترمنا القانون وأخضرنا الجهات الأمنية والمجلس البلدي البيضاء، وسنتحرك وفق احترامنا لهذا المبدأ وانصياعنا لعنوان هذه الحملة: حفظ الله ليبيا.
قال خفر السواحل اليوناني بأن السلطات اليونانية أحبطت عملية تهريب كمية من المخدرات بقيمة 100 مليون يورو بعد اعتراض سفينة سورية تتجه للرسوف في أحد مواني ليبيا. وقال أحد المسؤولين اليونانيين بحسب وكالة رويترز أن خفر السواحل صدر عبوات مخدرات كانت مخبأة تحت قاع حاوية في سفينة الشحن نوكا التي تحمل العلم السوري، مبينا بأنه تم مصادرة 6 أطنان من الحشيش و3 ملايين حبة من كبتاجون فائقة القوة مخبأة على متن السفينة. وكشف المسؤول بأن السفينة كانت متجهة إلى مدينة بنغازي قادمة من ميناء اللاذقية السوري قبل اعتراضها واعتقال طاقمها المكون من 11 فردا، مبينا بأن عملية إيقاف السفينة تمت قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة كريت في 5 ديسمبر الحالي. وصلت طائرتان تابعتان للخطوط الجوية الإفريقية إلى ليبيا قادمة من مطار قرطاج الدولي بعد سنوات من العمل بجمهورية ليتوانيا لدى شركة سمول بلانت. وأكد المتحدث باسم شركة الخطوط الإفريقية عمران الزبادي في تصريحات صحفية أن الطائرتين من طراز إيرباص A320 ستخضعان لبعض الفحوصات الروتينية تمهيدا لدخولهما للشبكة بعدما عادت الشركة تسجيلهما مجددا بمنظومة الطيران المدني الليبي، مؤكدا أن دخولهما للشبكة من جديد سيشكل نقلة كبيرة لحل بعض المختنقات التي كانت تواجه شركة الخطوط الليبية الإفريقية. قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن المنظمة الدولية للهجرة قامت بإيصال دعم إنساني أساسي إلى المجتمعات في تورغا وفي قرية العمارات المجاورة. وأشارت البعثة في بيان لها أن الأهالي شرعوا في العودة إلى مساكنهم الواقعة في المناطق المحيطة بتورغا بعد عودة الهدوء إلى المنطقة، وبينت أنه خلال الأشهر الأخيرة عادت أكثر من 100 عائلة إلى تورغا. وقدرت المنظمة الدولية للهجرة من خلال قسم مصففة تتبع للنزوح الخاص بها وجود أكثر من 40 ألف تاورغي لا يزالون نازحين في أنحاء ليبيا وفي حاجة عاجلة إلى إيلائهم الاهتمام الإنساني لهم، وذلك بحسب بيان البعثة. لبى رئيس مجلس الوزراء في الحكومة عبد الله الثني دعوة جمعية أفريقيا الخيرية لرعاية الأيتام بمدينة البيضاء لحضور احتفال أقامته الجمعية بتقديم عدد من الأعمال الغنائية الوطنية والإنسانية. التقرير التالي والتفاصيل. شارك رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني احتفال جمعية أفريقيا الخيرية لرعاية الأيتام بمدينة البيضاء على رأس وفد ضمت وزير التعليم وكافة موظفي ديوان مجلس الوزراء. ويهدف الحفل إلى تقديم رسالة للمجتمع بأن بمقدور اليتيم أن يكون عضوا فعالا في المجتمع، متعاهدا بتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم تقديرا لدور الشريحة التي تضمها. وكما قدمت خلاله عدد من الأعمال الغنائية الوطنية والإنسانية الهادفة، رئيس مجلس الوزراء أكد أنهم سيتكفلون ببناء مقر للجمعية وأنه سيهتم عبر وزارة التعليم من خلال خلق الأنشطة والبرامج التي تخدم شريحة الأيتام. رغم شح الإمكانيات التي تعاني منها الشركة العامة للكهرباء بمدينة القبة، إلى أن العاملين بالشركة يقدمون كافة الخدمات بمجهوداتهم الذاتية. لنتابع. تعاني الشركة العامة للكهرباء بمدينة القبة العديد من المشاكل وقلة الإمكانيات، حيث لا توجد لديهم وسائل النقل ومعدات الصيانة واغتصاب مقراتهم، حيث تعاني شبكة بالمدينة العديد من المشاكل بسبب عدم توفر قطع الغيار للشركة من قبل الهيئة العامة للكهرباء، وفي ظل غياب المؤسسات الحكومية، حيث يشتكون رجال الشركة من كثرة الرماية العشوائية بالمناسبات، مما أدى إلى أتلاف العديد من الأسلاك الهوائية. ورغم كل هذه المشاكل، إلا أن رجال الشركة العامة للكهرباء بالقبة يقدمون في كافة الخدمات بإمكانيات بسيطة، حتى وصل بهم الأمر الذهاب لتصليح الأعطال بسياراتهم الخاصة من أجل خدمة المواطن الذي دائما ما يأمل تحسن تلك الخدمات. عوض برغثي، ليبيا الحدث.
استطاع أفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في بنغازي من القبض على تاجر مواد مخدرة يحمل الجنسية النيجيرية والملقب بتايجر، وذلك بعد عملية مراقبة استمرت أسبوعا كاملا أعد من خلالها كمين محكم ضبط من خلاله متلبسا وهو يتاجر مخدرة نوع هيروين، وبلغ حجم الكمية المضبوطة حوالي 16 كيلوغرام من مخدر الهيروين. كما تشاهدون في الصورة أمامكم، هذه عبارة عن أكياس تم تجهيزها من قبل المتهم، وذلك لغرض ترويجها ما بين أوساط الشباب، كذلك باسبورت المعني وهو نيجيري جنسية، كذلك الإقامة تعتبر طايحة وباسبورت إجراءات باسبورت طايح. المبلغ المالي الذي تم ضبطه معه أثناء الكمين وهو معد من قبلنا أثناء الكمين لضبطه أجهزة النقال، هذه المادة يقوم بها المعني في تخليط المادة المخدرة نوع هروين، ولذلك لغرض ترويجها. مبلغ 300 دولار تم ضبطه مع المعني، حقنة سترينجا ذلك لتعاطي المواد المخدرة. المدعو كريستوفر أو كما المدعو كريستوفر يعتبر من أكبر مروجي آفة المخدرات، مادة المخدرات نوع هروين في مدينة بنغازي. لديه العديد من القضايا تم ضبطه في أكثر من قضية. هذا شخص نتعامل معه منذ عام 2001-2002، له العديد من القضايا في مجال في ترويج مادة الهيروين داخل مدينة بنغازي. افتتح بمدينة الزنتان قسم الأشعة بمركز علاج أمراض النساء والولادة، وذلك بالانتهاء من تركيب أجهزة الرنين المغناطيسي وتجهيز القسم لاستقبال المرضى. هذا وبدأ للعمل بقسم الأشعة فور انتهاء الافتتاح، كما ستكون الخدمات المقدمة للمواطنين دون أي مدى، ذلك حسب إدارة المركز. اختتمت ببلدية المرج حملة التطعيمات التي استغرقت ما يقارب الأسبوع في جميع العيادات والمراكز الصحية التي بلغ عددها 12 بعد إقبال جيد من المواطنين. نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع العاملين بإدارة الخدمات الصحية والمراكز التابعة لهم على ما بذلوه من جهد أثناء فترة حملة التطعيم التي كانت مستمرة من فترة من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 عصرا. فتحية كل الشكر والتقدير لكل ولي أمر اصطحب ابنه لمراكز التطعيم التي كان عددها 12 مركز على بلدية المرج وضواحيها، وكان هذا العام مميز عن باقي الأعوام السابقة في حملة التطعيم، وكان العام إقبال كثير، جميع المراكز داخل البلدية مفتوحة، فيها إقبال، فيها وعي من المواطنين لاصطحاب أطفالهم لأرض حملة التطعيم. شهد العام 2018 رحيل العديد من الشخصيات العالمية من الفيزيائي البريطاني ستيفن هوكينج والأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان وغيرهم الكثير، فيما يلي أبرز الراحلين من الشخصيات العالمية. أما الآن ننتقل وإياكم إلى الجولة الاقتصادية مع الزميل أحمد الطيب.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الجولة الاقتصادية والتي نبدأها بداية بالعملات. سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعه بشكل طفيف أمام الدينار الليبي في مستهل تعاملات السوق الموازية اليوم، ولم تسجل باقي أسعار الصرف بالسوق الموازية تغيرات ملحوظة. كما نتابع مشاهدينا عبر الشاشة أسعار العملات المختلفة أمام الدينار الليبي بالإضافة إلى صرف العملتين على الحدود الشرقية والغربية. انخفضت أسعار الذهب اليوم متجهة بذلك إلى تسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ 5 أسابيع نتيجة ارتفاع الدولار، مع تحول تركيز المساهمين إلى زيادة متوقعة في سعر الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل. ونشاهد مشاهدين تباعا عبر الشاشة أسعار كسور الذهب إلى جانب كسر الفضة في السوق الموازية. فيما بلغ سعر النفط الخام القياسي برنت $60.28 للبرميل الواحد، وسجل سعر البرميل بنفس السعر الذي سجل في اجتماع الشركات بالأمس. كشف رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية فضيل الكاسح في تصريحات صحفية أن الشركة تواجه مشاكل إدارية كبيرة أثرت على مستوى أداء الشركة. وقال الكاسح أنه عندما كلف العام الماضي بولاية عمرها عامان فوجئ بسماح إدارة الليبية الإفريقية القابضة لرئيس مجلس إدارة الخطوط الليبية السابق بالاستمرار في عمله، الأمر الذي أثار إرباكا في قيادة الشركة. وعلى الصعيد ما يتوارد حول أسعار تذاكر الشركة وتضارب الأنباء الذي تزامن مع قرار رفع الأسعار الصادر عن الشركة في 22 نوفمبر الماضي، أشار الكاسح إلى أن القرار ما زال تحت الدراسة، لافتا إلى أن قرار فرض الرسوم على بيع النقد الأجنبي لا يناسب احتياجات الشركة، وخص بذلك ملف المصروفات والديون. أعلن مصرف التجارة والتنمية عن تأسيس شركة طيران باسم برنيق يساهم فيها بنسبة 40% من إجمالي رأس مال الذي تبلغ قيمته 200 مليون دينار ليبي، وسيتم تخصيص صالة ركاب خاصة بزبائن الشركة داخل مطار بنينة في بنغازي كمرحلة أولى لانطلاق عمل الشركة، وفق ما ورد في إعلان نشره المصرف على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك. وستقوم الشركة بتوفير خدمات الحجز الإلكتروني للمسافرين عبر موقعها الرسمي وتطبيقها الذي سيكون متاحا للأجهزة المحمولة، في خطوة تسعى الشركة من خلالها لتجنب التلاعب ببطاقات الصعود والحجوزات التي أثرت على عمل مطار بنين مؤخرا. إلى ختام هذه الجولة، إلى اللقاء. قبل الختام مشاهدينا هذا التذكير بالعناوين. بتعليمات القيادة العامة كاتبة طارق بن زياد تتمركز جنوب سرت لتأمين المنطقة. ووزارة الداخلية تصدر قرارات نقل مديري الأمن والإدارات والمكاتب بخمس مناطق. بعد تقرير رويترز عن فوضى طرابلس السراج يحاول إنقاذ خطته باجتماع أمني. مزيدا من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب وتليجرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة. كما يمكنكم متابعة البث المباشر على موقع القناة الرسمي والوحيد ليبيا الحدث .net. أيضا يمكنكم الاستماع على الموجة القصيرة FM 107.7. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة، في أمان الله.